سبحانك يا الله الغوث الإسلام من النار يا رب يا سيد السادات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسن يا غافر الخطيئات يا معطي المسألة يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا عالم الخفيات يا دافع البنيات سبحانك يا الله يا خير الغافرين يا خير الفاتحين يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الرازقين يا خير الوارثين يا خير الحاملين يا خير الفاكرين يا خير المنزلين يا خير المحسنين سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الإسلام من النار يا رب يا من له العزة والجمال يا من له القدرة والكمال يا من له الملك والجلال يا من هو الكبير المتعال يا منشي السحاب الثقال يا من هو شديد المحال يا من هو سريع الحساب يا من هو شديد العقاب يا من عنده حسن الثواب يا من عنده أم الكتاب سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الإسلام من النار يا رب اللهم إني أسألك باسمك يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا سلطان يا رضوان يا غفران يا سبحان يا مستعان يا ذا المن والبيان سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الاسلام من النار يا من تواضع كل شيء لعظمته يا من استسلم كل شيء لقدرته يا من ذل كل شيء لعزته يا من خضع كل شيء لأيبته يا من انقاد كل شيء من خشيته يا من تشققت الجبال من مخافته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرضون بإذنه يا من يسبح الرعد بحمده يا من لا يعتدي على أهل مملكته سبحانك يا الله لا إله إلا أنت الغوث الغوث الإسلام من النار يا غافر الخطايا يا كاشف البلايا يا منتهى الرجايا يا مجزل العطايا يا واهب الهدايا يا رازق البرايا يا قاضي البلايا يا سامع الشكايا يا باعث البرايا يا مطلق الأسارى سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الإسلام يا ذا الهند والثناء يا ذا الفخر والبهاء يا ذا المجد والسناء يا ذا العهد والوفاء يا ذا العفو والرضا يا
ذا المن من أتى يا ذا الفضل من قضى يا ذا العزة الزين والبغى يا ذا الجود والسخاء يا ذا الآلاء والنعمى سبحانك يا لا الغوث اللهم إني أسألك باسمك يا مانع يا نافع يا رافع يا صابر يا نافع يا صابر يا جامع يا شافي يا واسع يا موسى سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث النار يا رب يا صانع كل مسلوب يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مملوك يا كاشف كل مكروب يا فارج كل مفقود يا راهب كل مرهوب يا ناصر كل مخلوق يا ساتر كل معيوب يا ملجأ كل متروب سبحانك يا لا اله الا انت الغوث القوس الاسلام يا عدتي عند شدتي يا رجائي عند مصيبتي يا مونسي عند وحشتي يا صاحبي عند قربتي يا ولي عند نعمتي يا غيابي عند كربتي يا دليلي عند حيرتي يا غنائي عند افتقاري يا ملجئي عند اضطراري يا معيني عند مفزعي سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث من النار يا رب يا ألام الغيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا كاشف الكروب يا مغلب القلوب يا طبيب القلوب يا منبر القلوب يا أنيس القلوب يا مفرج الهموم يا منفس القلوب سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب اللهم إني أسألك باسمك يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا دليل يا قبيل يا مديل يا منير يا مغيل يا محيي سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث ان يصنع من النار يا دليل المتحيرين يا ضياف المستغيثين يا صريخ المستصرخين يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا أول المؤمنين يا راهب المساكين يا ملجأ الغاصين يا غافر المذنبين يا مجيب دعوة المضطرين سبحانك يا لا الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا ذا الجود والإحسان يا ذا الفضل والامتنان يا ذا الأمن والأمان يا ذا القدس والسبحان يا ذا الحكمة والبيان يا ذا الرحمة والرضوان يا ذا الحجة والبرهان يا ذا العظمة والسلطان يا ذا الرأفة والمشتاق يا ذا العفو والغفران سبحانك يا لا إله إلا أنت
الغوث الغوث اللسان النور يا من هو رب كل شيء يا من هو إله كل شيء يا من هو خالق كل شيء يا من هو صانع كل شيء يا من هو قبل كل شيء يا من هو بعد كل شيء يا من هو فوق كل شيء يا من هو عالم بكل شيء يا من هو قادر على كل شيء يا من هو يبقى ويفنى كل شيء سبحانك يا الله الغوث اللسان اللهم إني أسألك باسمك يا مؤمن يا مهيمن يا مكون يا ملقن يا مبين يا محول يا ممكن يا مزيف يا معلن يا مقصر سبحانك يا لا إله إلا أنت يا من هو في ملكي مقيم يا من هو في سلطانه قديم يا من هو في جلاله عظيم يا من هو على عباده رحيم يا من هو بكل شيء عليم يا من هو بمن عصاه حليم يا من هو بمن رجاه كريم يا من هو في صنعه حكيم يا من هو في حكمته متين يا من هو في لطفه قدير سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث اللسان النار يا رب يا من لا يرجى الا فضله يا من لا يسعد الا عفوه يا من لا يلبر الا بره يا من لا يخاف الا عدله يا من لا يدوم الا ملكه يا من لا سلطان الا سلطانه يا من وسع كل شيء رحمته يا من سبق رحمته غضبه يا من أحاط بكل شيء علمه يا من ليس أحد مثله سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث اللسان النار يا رب يا فارج الهم يا كاشف الغم يا غافر الذنب يا قابل التوب يا خالق الخلق يا صادق الوعد يا موفي العهد يا عالم السر يا فالق الحب يا رازق الغنى سبحانك يا لا اله الا انت الغوث اللسان اللهم إني أسألك باسمك يا علي يا غفير يا غني يا مليك يا حفي يا روي يا زكي يا بديع يا غبي يا ولي سبحانك يا لا إله إلا أنت خلصنا من النار يا رب يا من أبهر الجميل يا من ستر الخبير يا من لم يؤاخر بالجريمة يا من لم يهتك السر يا عظيم العهد يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى سبحانك يا لا اله الا انت الغوث
نعمة السابقة يا ذا الرحمة الواسعة يا ذا المنة السابقة يا ذا الحكمة البالغة يا ذا القدرة الكاملة يا ذا الحجة القاطعة يا ذا الكرامة الظاهرة يا ذا العزة الدائمة يا ذا القوة المتينة يا ذا العظمة المدينة سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا بديع السماوات يا جائل الظلمات يا راهب العبرات يا مقيل العثرات يا ساتر العبرات يا محيي الأموات يا منزل الآيات يا مبحث الحسنات يا ماهي السيئات يا شديد النقمات سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الإسلام النار يا رب اللهم إني أسألك باسمك يا مصدر يا مقدر يا مدبر يا متهر يا منبر يا ميسر يا مبشر يا منذر يا مقدم يا مؤخر سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث الاسلام يا رب البيت الحرام يا رب الشهر الحرام يا رب البلد الحرام يا رب الركن والمقام يا رب المشعر الحرام يا رب المسجد الحرام يا رب الحل والحرام يا رب النور والظلام يا رب التحية والسلام يا رب القدرة في الأنام سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الإسلام النار يا رب يا أحكم الحاكمين يا أعدل الظالمين يا أصدق الصادقين يا أطهر الطاهرين يا أحسن الخالقين يا أسرع الحاسبين يا أسمع السامعين يا أبصر الناظرين يا أشفع الشافعين يا أكرم الأكرمين سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الإسلام النار يا رب يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا مخرى من لا مخرى له يا إرزى من لا إرزى له يا قيافة من لا قيافة له يا فخر من لا فخر له يا عز من لا عز له يا معين من لا معين له يا أنيس من لا أنيس له يا أمان من لا أمان له سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث اللهم إني أسألك باسمك يا عاصم يا قائم يا دائم يا راحم يا سالم يا حاكم يا عالم يا باسط يا قابض يا باسط سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الإسلام النار يا عاصم من استعصم يا راحم من استرحم
يا غافر من استغفر يا ناصر من استنصر يا حافظ من استحفظ يا مكرم من استكرم يا مرشد من استرشد يا صريخ من استصرخ يا معين من استعان يا مغيث من استغاث سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث الاسلام يا عزيزا لا يرام يا لطيفا لا يرام يا قيوما لا ينام يا دائما لا يفوت يا حيا لا يموت يا ملكا لا يزول يا باقيا لا يفنى يا عالما لا يجهل يا صمدا لا يتعب يا قبيا لا يضعم سبحانك يا لا اللهم إني أسألك باسمك يا أحد يا واحد يا شاهد يا ماجد يا حامد يا راشد يا بارث يا وارث يا ضار يا نافع سبحانك يا لا إله إلا أنت الله يا أعظم من كل عظيم يا أكرم من كل كريم يا أرحم من كل رحيم يا أعلم من كل عليم يا أحكم من كل حكيم يا أقدم من كل قديم يا أكبر من كل كبير يا أرتفع من كل لطيف يا جل من كل جليل يا أعز من كل عزيز سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الإسلام المريض يا كريم الصبر يا عظيم المهر يا كثير الخير يا قديم الفضل يا دائم النور يا لطيف الصوت يا منفس الكهف يا كاشف الضر يا مالك الملك يا قاضي الحق سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث الانسان يا من هو في أهده غفير يا من هو في وفائه قبير يا من هو في قبته عليم يا من هو في علمه قريب يا من هو في قربه لطيف يا من هو في لطفه شريف يا من هو في شرفه عظيم يا من هو في عزه عظيم يا من هو في عظمته مجيد يا من هو في مجده حميد سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث الاسلام سبحانك يا لا اله الا انت الغوث السلام عليك يا أول مظلوم السلام عليك يا أول من بذلك سلامت علي قريب tonight is the last night of the life of Ali. Tonight
the long separation between Ali and Fatima whatever. How much Ali has been looking forward to a night like this. Imagine Fatah Khaybah, while his hands are tied, they're beating his wife right in front of his eyes. Imagine Fatah Khaybah burying his wife in the middle of night. She's the love of his life. Ali, Ali, Ali. Tonight, Ali was making wasiyah to his children. When Hassanain would cry, Amir al-Mu'mineen would calm them down. But when Amir al-Mu'mineen looked at the face of Zainab, Ali himself began to cry. Ali said, كأني بك وبنات أهلك السمايا. It's like I see the day Zainab joined, that you will be taken as prisoner. Zainab joined by the senior to you one day is this. Fasbeh Sabran Jamila. Zainab joined, be patient, be patient, be patient. Be patient in Karbala. Be patient and go down the Hatzmegah. Be patient when you see the head of Hussein on top of the spear. Be patient in the streets of Kufa. Be patient from Kufa to Shaab. Be patient when they're throwing stones at you at Shaab. Be patient when Yazid is striking the teeth of Hussein. Let's call the beautiful name of Imam Hussein. Hussein, Ya Hussein. Everyone, everyone sitting here, the recitation of the Holy Jawshan Al-Kabir on the night of Qadr in the Al-Haramain. اللهم إني أسألك باسمك يا كافي يا شافي يا وافي يا معافي يا هادي يا داعي يا قاضي يا راضي يا عالي يا باقي سبحانك يا لا إله إلا أنت خلصنا من النار يا رب يا من كل شيء خاضع له يا من كل شيء خاشع له يا من كل شيء كائن له يا من كل شيء موجود له يا من كل شيء منيب له يا من كل شيء خائف منه يا من كل شيء قائم به يا من كل شيء صائر له يا من كل شيء يسبح بحمده يا من كل شيء هالك إلا وجهه سبحانك يا لا إله إلا أنت
Ya man la mafarrar illa ilayk. Ya man la mafsar illa ilayk. Ya man la mafsar illa ilayk. Ya man la manja minhu illa ilayk. Ya man la yurqabu illa ilayk. Ya man la hawla wa la quwwata illa bih. Ya man la yusta'anu illa bih. Ya man la yutawakkalu illa alayk. Ya man la yurja illa hu. Ya man la yu'badu illa iya. Subhanaka ya la. يا خير المرهوبين يا خير المرهوبين يا خير المسلوبين يا خير المسعودين يا خير المقصودين يا خير المذكورين يا خير المشكورين يا خير المحبوبين يا خير المدعوين يا خير المستأنسين سبحانك يا الله لا إله إلا أنت الغوث الغوث الإكرام الأنبياء اللهم إني أسألك باسمك يا غافر يا ساتر يا قادر يا ماهر يا فاطر يا كاسر يا جابر يا باكر يا نادر و يا ناصر سبحانك يا الله لا إله إلا أنت الغوث الغوث الإسلام من النار يا من خلق فسوى يا من قدر فهدى يا من يكشف البلوى يا من يسمع النجوى يا من ينبذ الغربى يا من ينجي الهلكى يا من يشفي المرضى يا من أضحك وأبكى يا من أمات وأحيا يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى سبحانك يا الله لا إله إلا أنت الغوث الغوث الإكرام من النار يا من في البر والبحر سميد يا من في الآفاق آيات يا من في الآيات برهان يا من في الممات قدرة يا من في القبور عبرة يا من في القيامة ملك يا من في الحساب حيبة يا من في الميزان قضاء يا من في الجنة ثواب يا من في النار باب سبحانك يا الله لا إله إلا أنت الغوث الغوث الإكرام من النار يا من إليه يهرب الخائفون يا من إليه يفزع المذنبون يا من إليه يقصد المنيبون يا من إليه يرغب الزاهدون يا من إليه يلجا المتحيرون يا من به يستأنس المريدون يا من به يفتخر المحبون يا من في عفوه يسمع الخاطئون يا من إليه يسكن المؤمنون يا من عليه يتوكل المتوكلون سبحانك يا الله لا إله إلا اللهم إني أسألك باسمك يا حبيب يا طبيب يا غريب يا رقيب يا حسيب يا مهيب يا مثيب يا مجيب يا خبير يا بصير سبحانك يا الله أقرب من كل غريب يا أحب من كل حبيب يا أبصر من كل بصير يا أخبر من كل خبير
يا أشرف من كل شريف، يا أرفع من كل رفيق، يا أقوى من كل طويل، يا أغنى من كل غريب، يا أجود من كل جواد، يا أرأف من كل رؤوف. سبحانك يا الله، لا إله إلا أنت، القدوس القدوس خليل السلام، يا غالبا غير مغلوب، يا سامعا غير مسموع، يا خالقا غير مخلوق، يا مالكا غير مملوك، يا قاهرا غير مخمور، يا رافعا غير مرفوع، يا حافظا غير محفوظ، يا ناصرا غير منصور، يا شاهدا غير غائب، يا قريبا غير بعيد. سبحانك يا لا اله الا انت، يا نور النور، يا منور النور، يا خالق النور، يا مدبر النور، يا مقدر النور، يا نور كل نور، يا نورا قبل كل نور، يا نورا بعد كل نور، يا نورا فوق كل نور، يا نورا ليس كمثله نور. سبحانك يا الله، لا اله الا انت، القدوس القدوس الاسلام النار، يا من عطاه شريف، يا من فضله لطيف، يا من لطفه مقيم، يا من احسانه قديم، يا من قوله حق، يا من وعده سر، يا من عفوه فاز، يا من عذابه عد، يا من ذكره هد، يا من فضله عظيم. سبحانك يا الله، لا اله الا انت، القدوس القدوس الاسلام النار، اللهم اني اسالك باسمك يا مسهل يا مفصل، يا مبدل يا مضلل، يا منزل يا منور، يا مفضل يا مجزل، يا ممهل يا مجمل. سبحانك يا الله، لا اله الا انت، القدوس القدوس الاسلام النار، يا من يرى ولا يرى، يا من يخلق ولا يخلق، يا من يهدي ولا يهدى، يا من يحيي ولا يحيى، يا من يسأل ولا يسأل، يا من يطعم ولا يطعم، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من يهدي ولا يقضى عليه، يا من يحكم ولا يحكم عليه، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سبحانك يا لا اله الا انت، القدوس القدوس الاسلام النار، يا نعم الحسين، يا نعم السبيل، يا نعم الرقيب، يا نعم القريب، يا نعم المجيب، يا نعم الحبيب، يا نعم الكفيل، يا نعم الوكيل، يا نعم المولى، يا نعم النصير. سبحانك يا الله، يا سرور العارفين، يا منى المحبين، يا أنيس المريدين، يا حبيب التوابين، يا رازق المقلين، يا رجاء المذنبين، يا قرة عين العابدين، يا منفس عن المكروبين، يا مفرج عن المغمومين، يا إله الأولين والآخرين. سبحانك يا الله، اللهم
مني أسألك باسمك يا ربنا يا إلهنا يا سيدنا يا مولانا يا ناصرنا يا حافظنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا سبحانك يا رب Al-Ghaz, Al-Ghaz, Khalid Al-Ghaz, Al-Ghaz,